أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. لك يا ميت، أهلا وسهلا بأخوي. لك شلونك؟ شلون الأولاد؟ والله كلهم بخير وبسلموا عليكم، وما أنا أصلا غير شفتكم. إيه الله يسلمك ويسلمون. ما قلت لي إيش تشرب؟ ولك بس بس ولك يا زفت يا قديش. نعم، إيش بدك مني؟ إيش بدك مني؟ قولك عمك برا يا فهمان. برا ولا مو برا؟ ايش عامل له يعني؟ قولك هالولد غبي، والله هي غبي. قولك يا فهمان، عمك برا وصل له زمان ما اجى لعنا، يعني اذا بتعطى الله انت وسلمت عليه بيعطيك رقد رقد 200 300 ليره رقد. لك ايه والله صح، صح بتحكي. بتصدق يا عباده انت ذكي، انت ذكي. انا قايمه، انا قايمه عنده جايك عمي. وشغلك شلونه؟ ان شاء الله تحسن. عميان عم 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 شلونك شلونك؟ بتضل وقتك يا زفت. ولك لا تعصب عليه، الولد جاي يسلم علي. الحمد لله يا قلب عمه. وبنتك بطيخة شلونه؟ بنتي بطيخة؟ كويسة وبتسلم عليك. ايه ما قلت لي عمو، انت شلونك؟ منيح منيح عمي منيح. ولك انت شلونك شلونك؟ ولك قلت لك منيح عمي منيح منيح. ولك عبا قل لك شلونك؟ اخبارك يعني اخبارها. قولك خلصتها، قولك خلصتها يرعو معلقك. شو بتحب ترعي؟ قل لك منيح، قل لك منيح. شو بتحب تعيد تسأل؟ ولك شو بتحب ترعي؟ نقلك على غرفتك صوتك عم نفرزني. طول لي بالك، انا فهمت عليه. بدك مصاري يا عكروت مو؟ لا 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 عمو، انا مصاري ما مصاري، لا لا انا ما بدي مصاري. ابوي عم يعطينا كل شيء. بري عليك تربيتي هاد. خلص حطك 200 ليرة. يا ابن الكلب، وهي احلى 200 ليرة لاحلى مجودة بالعالم كله. تفضل. اولك روح ان شاء الله بتمسك الذهب ولا بتراب بين ايديك، قصدي بالعكس. سوت له تجيب لك بعيونك، انا بعرف حسابي معك. عبادة اخذت 200 ليرة، اخذت 200 ليرة، اخذت 200 ليرة، اخذت 200 ليرة. يخرب بيتك، شلون اخذت لك؟ اول ما قلت له شلونك عمو، رح طالع من جيبه 200 ليرة وقال لي تفضل يا احلى مجودة. طيب معه مصاري كتير هو؟ معه مصاري كتير؟ قولك معه مصاري خير الله، جيبه هيك منين خير الله. خلاص معناته الدور عندي، جايك يا احلى عم. عمي حوش لونه. اهلا وسهلا بعريس بنتي الغالي. اهلا بصهري. ورقين عريس بنتك معريس بنتك عمي. احنا مو حكينا بالموضوع وانا خلاص انا مالي موافق. انا بعتبر بنتك مثل اختي. لا 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 ان شاء الله هلا بدك تغير رايك وبدك توافق. انا هلا رايك اعرض عليك صفقة. ايش رايك اعطيك هلا 500 ليرة موجودات، بس على شرط بنقرا الفاتحة هلا انا وابوك. فاتحتي على بنتك بطيخة؟ ايه وهلا فورا. لا عمي خلص ما بدي. الحمد لله انا معي مصاري كتير. ايه متل ما بدك تصطفل. رايح اعطي المصاري معناتها لمجودي. مجودي يا مجودي. نعم عمو. ايش رايك تاخذ 500 ليره كمان هلا؟ 500 ليره تفضل بيه وري قلبي. ايه بس على شرط بدك تتجوز بنتي اللي جاي على الطريق. قولك انا بتجوزك وبتجوز بنتك وبتجوز بنتك اللي جاي على الطريق كمان، انت بس الله هات 500 ليره. اخ يا مادي حقير. شوف اخوك الصغير قد مخه شغال وفهيم، مو مثلك. ايش قلت مجوده؟ موافق؟ قولك انت الله هات 500 وبكره بتجوز هاتك والهم. لا بدك تطول لي بالك، لسه بدها تيجي بنتي وتولد وتكبر هي وتكبر انت، بعدين بنجوزكم لبعض. بس هذا ما بيمنع انك تاخذ انت هلا 500 ليره اللي وعدتك فيها، وهي احلى 500. تفضل يا احلى سهر بالعالم كله، وهي 500 ليره. قولي لا حدا يحكي معي يا جماعه، انا صرت مليونير، انا صرت فوق علي الطرباء. هذا الولد مخه شغال. ايه وانت لساتك مصمم على رايك؟ طبعا مصمم وما راح اتراجع عنه ضاوي. طيب اسمع، رايح اسوي لك يا هون 1000 ليرة وهلا بتاخذن. ايش قلت؟ لا 1000 ولا 2000، عيفني ادخل على غرفتي وما بدي شي طاول. وهلا صاروا معي هيك 700 ليرة، ليرة تنطح ليرة. الله يوفقك، كل هالمصاري صاروا معك.
خرب بيتك من حالك، ولك ضروري طالي بنت بطيخة ولك ما بتنطق بعلاء تردين بيض. أنا مستحيل أوافق، لازم أعمل شيء. فكر عبادة، فكر فكر فكر. إيه والله لأنزل أشتري فيهم أكلات هيك وأروح أشتري ألعاب خير. الله لقطة دفة جودة، صحي يخرب بيتك، أنت أخذت المصاري من عمك عن جد؟ طبعا عن جد، لكن عن مزح ليكن 700 تيرا ما عم تطص ما عم تشوفون. بعدوا عني بعدوا عني، لا تقربن علي. إيه لا تخاف ما رح أقربن عليك، هدول رح يندحشوا بجيبي وما أشوفهم حياتك طول. أنت ولك أنو ولك أنت غبي، ولك أنت غبي يا ولد. أنا ليش ما أخذت من عمك مصاري؟ ليش ما رضيت أخذ منه مصاري؟ لأنه عمك معه كورونا. شو؟ عن جد تحكي؟ ولك إيه عن جد، عمك معه كورونا. لك أنا ليش ما رضيت أخذ منه المصاري؟ لحظة، أنت هذا المصاري معك؟ أكيد أكيد أنت هذا كمان صار معك كورونا. لا 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 لا، أنا ما معي كورونا، ما معي كورونا. خلصوا مصاري، ما بدي إياهم ما بدي إياهم. لحظة، أنا عندي الحل. أنت المصاري شو أتصلن معك؟ يعني صلن معي من العشرة ل 12 دقيقة. قولك أنت متأكد من هالحكي؟ لك إيه متأكد متأكد. قولك إيش عم تستنى؟ إذا طولوا مصاري معك ربع ساعة رح يجوا من مصح ياخذوك، يحبسوك، يحجروك، يموتوك كمان. شو يعني؟ باقي دقيقتين بس؟ بسرعة خذ مصاري، ما بدي إياهم، كبهم كبهم كبهم. يلا أنا رايح آخذ المصاري وريحك منهم، رايح أخاطر بحالي، راح أوديهم لمكان بعيد بعيد كتير 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 لا ريح منه الناس وما يصير معهم كورونا. إذا ما رجعت قل لأبوك عبادة عمل صح، تذكروني. الله معك الله معك يا بطل الأبطال. يعني الواحد ما لحق يتهنى بالمصاري وعمي طلع معه كورونا. لك إيه صح، عمي طلع معه كورونا. يعني هلا انا اذا مسكت دقيت المصح المركزي وقلت لهم تعوا في واحد معه كورونا بيعطوني 4000 ليره مكافاه، لانه كل شيء واحد عم بلغ على حدا معه كورونا عم بيعطوه 4000 ليره. الو المصح المركزي، في عندي حاله كورونا بدي ابلغكم عنها، سجلوا العنوان. ايه والله احسن هذيك الايام ما كان فيه، تتذكر؟ ايه والله كانت ايام مثل واو يا لطيف. ايش بقى ايش فيه؟ واو ما في ما في شيء، شوية مغص. رجع لك رجع لك، لو ما ارجع قول له اني ما مشترك بالقناة لسه، عم بحط لايك خلي حط ولي ولك. شوفوا هاد ايش عم خبص ايش عم بقول، مثل ما قالكم سووا اللي قالكم عليه، حطوا لايك ما بعرف ايش، اشتركوا بالقناة، هذول كلياتهم سووا له ياهم هلا يوم يموت. بيعرف خبط الباب هيك مجودة، افتح الباب افتح الباب. فيك اللي اكيد تبع هذا المشفى. ايه شبح عمي شبح عمي، روح 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 شوف مين عم دق الباب هيك، روح. ايه طبعا بدي اشوف بدي اشوف. دخل دكتور دخل، هداك اللي بارك على الكنباية جوا دخل. مين مجودة؟ مين كان على الباب؟ هلا بتعرف عمو هلا بتعرف. دخل يا جبل دخل. جبل ومين الدكتور؟ لا احكي قولوا. والله علمي علمك عمو، بس هلا الدكتور فهمك. يلا يا استاذ جبل شوف شغلك. جودي ساعدني وقتها ساعدني، روح قول لابوك روح قول لابوك روح روح. يلا لبرا ناقصنا كورونا. دكتور هات المكافأة. ولك انا مكافأة ولك ولك المكافأة لأني بلغت عنه. روح من وجهي بلا ما اشحطك معه.
نصاب نصاب حرامية الله يوفقك نصاب. قولك يا حظ دكتور يا حظ بس كلمة فهمني بس خليني أفهم منك بس. قولك ما نعمل جيب أنا بشرح معه أنا بعمل شيء. يخرب بيتك ولك مين هدول؟ مين جابون؟ وليش اخذوا عمك؟ احكي ولك هدول المصحة المركزي تبع كورونا. انا خبرت عمك قلت له انه معه كورونا عشان يجوا ياخذوه على اساس يجوا يعطوني مكافأة لي بس نصبوا علي ما اعطوني. غبي 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 غبي. لا لا انا ماني غبي انا ماني غبي. هداك الدكتور هو اللي نصب علي مصاري والله هو مظبوط